وعودة مرة تانية لمهرجان الجونة السينمائي واللي بيشارك فيه 400 فنان مصري وعربي بأعمالهم السينمائية. وعلى هامش الفعاليات التقت كاميرا عربوت بالفنان أحمد مالك اللي حدثنا عن استعداداته للدور بالشيخ جاكسون. اختيار فيلم الشيخ جاكسون لتمثيل مصر في الأوسكار بالإضافة لمشاركته المميزة في مهرجان تورونتو ومؤخرا افتتاح مهرجان الجونة في موسمه الأول، كل هذه الأشياء أسعدت أحمد مالك بشدة. يفرحني ويفرح أي حد، يعني مش أنا كجزء من العمل بس، يفرح أي شخص إن فيلم مصري يكون ليه وجود في مهرجانات دولية ويكون افتتاح لمهرجان ليه. هيبقى مهرجان قوي جدا، أنا عندي حماس جدا ليه. مالك يرى أن هذه العروض المتتالية للفيلم في المهرجانات الدولية تتيح فرصة للسينمائيين تقديم أعمال مميزة. هيدي فرص كتير قوي لصناع السينما، ومش صناع بس، هيدي فرصة لسوق كامل، من أول العمال للممثلين للمصورين. هيدي فرصة لمجموعة كبيرة جدا من البشر إن هم يبقى عندهم مساحة أكتر ويبقى عندهم حافز أكتر إن هم يعملوا أفلام والسينما. فده فيلم هيبقى مهم جدا يوري الفترة دي في مصر كانت عاملة ازاي، والسينما عامة شيء مهم جدا يعني. تجسيد شخصية جاكسون تتطلب منه تدريبات شاقة لتأدية الرقصات المطلوبة. أنا رحت لعمرو سلامة في الأول، كنا في الصيف، كنت تختوخ كده، كنت متأخر قوي، فقال لي لازم نخس، فخسيت 15 كيلو وقعدنا حوالي 3 شهور نضرب على الرأس عشان كان ما عنديش خالص مهارات في الرقص. فكان لازم، كان في مشهد مهم قوي كان الشخصيه بتؤدي الرقصه، فكان لازم اتدرب عليها قوي، بس فقعدت 4 شهور. فالموضوع تطلب يعني مجهود بدني قوي. كيف استطاع انقاص 15 كيلو من وزنه لتاديه الدور؟ والله مشيت على نظام غذائي معين وبس، ساعات كنت بصراحه طبعا بفلسع منه، بس على قد ما اقدر يعني. دايما يكون عندك في حافز وتحس ان انت لازم تعمل حاجه عشان توصل لحاجه، دايما بتديك دافع كده. أحمد مالك بدخوله الفن في سن صغير وتحقيقه نجاحات كبيرة، هل أثر على تكوين شخصيته؟ أنا في الآخر الإنسان العادي ده هو اللي بيقدم الفن، فأنا بطلع شغلي من ذاتي، من جوايا. فأنا بخلي يعني أصل في الموضوع لي منظورين، المنظور الفني للموضوع والمنظور المهني للموضوع. أنا بالنسبة لي الفني هو نفس الشيء عندي كإنسان، المهني كأي مهنة بتتطلب منك أشياء معينة وبتلتزم بيها وبتلتزم بالمتطلبات بتاعة المهنة. علمني حلم المحال أشب